قنوات الإخوان اشتغلت على وراق العرب شغل في منتهى الحقارة، وذاعوا فيديو يعني لما يبقى اللواء كامل الوزير وهذا الرجل، يا ريتنا عندنا 10 كامل الوزير. الراجل ده انا شفت ما بينامش قد ايه اخلاصه واتقانه، هو واللي معاه ده معاه كتيبه، فما يقعد وراء العرب معظم اللي قاعدين فيها سارقين الارض واخدينها من ملاكها الاصليين. فعشان كده الحكومه تيجي تقول لك اديني ما يثبت انك وارث الارض دي عن جد الجد، فهم يعملوا دوشه. الاخوان مسيطرين على جزيره وراء العرب، امام المسجد الرئيسي في وراء العرب اخواني كان معتصما في ربعه، وهو اللي بيبعت الفيديوهات. اما يبقى واحد كامل وزير قاعد مع ناس من اهل الجزيره وبيقول لهم احنا عايزين نطور، هو حد ينجح يكره النظافه؟ انتوا عايزين تقعدوا في القذاره اللي انتوا فيها دي لمجرد عشان انتوا حاطين ايديكم على الارض والارض مش بتاعتكم اساسا. انا ليا اصدقاء كتير جدا ليهم اراضي هناك، الفلاح اللي قاعد والناس الاجوريه اللي قاعدين لا بيدوا له حاجه ولا مليم من 15 سنه، اقسم بالله له مثلا يجي 30 40 فدان ورثهم ما بيدلوش مليم، وفي نفس الوقت مسيطرين على الارض ومش عايزين يطلعوا منها. ويقول لك ان ايه خلاص بقى احنا هنبيعها لما يطوروا احنا نبيع، او احنا نشارك الملك يبيع. الاخوان بيستخدموا قضيه وراء العرب لتهييج الناس والتبيان ان الحكومه المصريه ظالمه. طب يا جماعه الحكومه المصريه في حاجه اسمها المصلحه العامه، عايزه تنظف، عايزه تعمل الجزيره دي حاجه محترمه، كومباونات نظيفه ومشاريع واسواق ومزارع ومصانع، مساحه كبيره ممكن يتعمل فيها مليون مشروع، وبدل ما بيستفيد منها 20 عائله 30 عائله نصهم اخوان، يستفيد منها الناس المصريين، شعب الجيزه، شعب القليوبيه، شعب القاهره. لا، فقاموا مسربين فيديو او تسجيل كامل الوزير بيتكلم مع الناس هناك، كلام محترم. يطلع المخنث اللي اسمه ناصر والمخنث اللي اسمه ضلمه مطر والتاني يقول لك كامل الوزير بيقول لك الجيش هيعمل، يعني هيعمل، ويشتم في الجيش ويشتم في السيسي ويشتم في الحكومه ويشتم في الرأي ويشتم في الزراعه ويشتم. ما شفتش حقاره احقر من كده. نسمع الفيديو او نسمع التسجيل الصوتي اللي سربه اخواني الى قنوات الاخوان. الفيديو طويل، الكلام كل اللي بيقوله اللي هو كان وزير كلام في صالحه، بيقول ان الجيش مع الزراعه مع المحافظه مع الري هيطوروا، وبيقول ان انتوا رافعين قضيه على الدوله، انتوا كده بتقللوا من هيبه الدوله ومش شايفين مصلحتكم. كلام عادي، كلام في الصالح، كلام وطني. يطلعوا يعلقوا بقى الاخوان في قنواتهم يقول لك ده الجيش مسيطر على الجزيره، ده الجيش عايز ياخد اراضينا. اراضيكم منين يا حبيبي؟ يعني انا ثلاث ارباع اقسم بالله وانا متاكد من قسمي اللي قاعدين في الوراق وضع يد، وضع يد، وللاسف ما اسيطر عليهم اخوان، والخلايا الاخوانيه، وانا بقول الامن الوطني، الخلايا الاخوانيه اللي منها اللي بيتكلموا مع قنوات الاخوان معششين في الجزيره وبلطجيه وتجار مخدرات. انا كان واحد قريب لي ارض هناك اقسم بالله ما قدر ينزلها، ورثها عن ابوه لانه اللي حاطين ايده عليها قالوا لي لو قربت منها هنقتلك. عصابات وراء العرب دي شيكاغو ولازم تنضف، واللي له حق ياخده وبالقانون، انما مش بالبلطجه ومش باعلام الاخوان العاهر ومش باللي بيتصلوا باعلام القنوات الاخوان يشتموا في الجيش المصري بياده اقل عسكري اعظم وارقى وانضف من مليون اردوغان ومليون اعلامي اخواني ومليون اخواني ارهابي. من الاخر، بعد الفاصل معانا مستشار وزير التموين.